بولام، انا عندي سؤال واستفسار، لان هي تجربه جديده على كل الناس في القاره الافريقيه. خلال الفتره الاخيره الكوتش من جوبا والكوتش رولاني مكويني والكوتش ستيفن، الثلاثه كاجهزه فنيه او كمديرين فنيين لفريق سان داونز، هي تجربه جديده، وكان الدكتور باتريس موتسيبي كان اتخذ هذا القرار قبل ما ينتقل طبعا لرئاسه الاتحاد الافريقي، وبنبارك له طبعا من هنا برئاسه الاتحاد الافريقي. هذه التجربه عايز اعرف اشتغلتوا عليها ازاي، او نجاحها مدى نجاحها ازاي، لان انا شايف نتائج سان داونز من خلال ثلاث مديرين فنيين بيقود الفريق شيء ما حصلش قبل كده، وتجربه ممكن تتكرر في قاره افريقيا. اللي اختصاصات ازاي بيشتغلوا مع بعض ازاي، التجربه دي مدى نجاحها سواء في دوري ابطال افريقيا او في الدوري جنوب افريقيا. أعتقد في البداية سان داونز فيما يتعلق بالمدرب والجهاز الفني والمساعدين فهم يقودون الفريق، وأيضا يقومون بتنسيق الأمور فيما بينهم فيما يتعلق بالفريق المثير للانتباه فهم شخصيات مختلفة ولهم وجهات نظر مختلفة، ولكن هذا يتيح لنا أن يكون هناك مناقشات عديدة في لصالح الفريق لتحسين الأداء. ففي بعض الأمور لدينا شخص مسؤول، ولكن الأمور ليست بنعم طوال الوقت، هناك جدل، هناك تجاذب لوجهات النظر، وهناك آراء مختلفة لأن كل واحد لديه شخصيته المختلفة، ولكن عندما يتم دمج هذه الآراء فتكون النتيجة فريدة من نوعها. فهم يأخذون الفريق الفني وأيضا اللعيبة يستفيدون من الأفكار التي يطرحونها لأنهم لديهم شخصيات مختلفة كما قلت، والأمر في النهاية هو عمل جماعي. لكن الفكرة بتأكد أن نتائج ناجحة. نعم أعتقد، ولكن لأننا إن لم نستطع أن نحرز نتائج جيدة ستكون التجربة غير مجدية، ولكن استطعنا أن نخلق أجواء صالحة للعب وأجواء للتفاهم فيما بينهم حتى يعود بالنفع على الفريق، ونجحنا في ذلك. عندي تعليق.